بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمود يا ابني الله يعطيك العافية. هذا احمد ابو هالحجاوي هو اللي اسعفني. يا ابني امتى الموت وحق. يا ابني انا مسامح جميع امه محمد. امه محمد مسامحون اللي لي عنده اللي مالي عندي. واذا حدا طلب مني شيء يا ابني جاكم قال لكم انا لي دين عند ابوكم توفوه وانا رضيان عليكم. يا ابني سامحني يا ابني انت اخواتك وامك وخالتك. والحمد لله يا ابني انا والله بتشكرك وبتشكر اخواتك. ويا ابني الموت حق وانت مكفل بالجميع من بعدي. انت واخوتك بتخلصوه وبتبيعوا الاراضي اللي عندي حوالي الضيعة وبتكملوا الجامع. يا ابني ما تشحدوا من حدا. والدار اللي استعمرتها هي واقف لوجه الله ما بتاخذوا اجار. ودار الجامع بتضل للجامع للامام. يا ابني والموت وحق. ايش انت وكلف وقاسم وحامد ومصطفى والبنات ما بتحرمون من حقهم. يا ابني اي اخر وصيه لي انت. الله يعطيك العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.